السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. لو لسه مشتركتش معايا في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو، عاوز يوصل لعشرين لايك، أربعين لايك، خمسين، المهم يوصل لعدد كبير عشان يوصل لكل الناس. الناس دلوقتي كتير بتسأل من أولياء الأمور طريقة تسليم الأبحاث على منصة إدمودو. يعني الوزير كان قال ان من النهاردة السبت اللي هو 9 هيتم فتح ايقونة رفع الملف. في ناس كتير دخلت النهاردة وما لقيتش الايقونة دي مفتوحة، عادي ممكن تفتح عندك النهاردة او بكرة، المهم ان انت لسه معاك اسبوع كامل. طيب نسلمه ورقي ولا نسلمه الكتروني؟ الوزير قال ان يتم التسليم الورقي صحيح، يتم التسليم الالكتروني صحيح، ولكن الافضل ان يتم تسليمه على منصة ادمودو يعني الكترونيا. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ ركز بقى معايا، يا ريت لو انت ولي امر او انت طالب تركز معايا في الفيديو ده لانه مهم جدا، مش هاخد من وقت حضرتك دقيقتين او ثلاثة بالكتير، ودي طبقا للفيديو اللي نزله وزير التربية والتعليم على صفحته عشان يشرح للناس. هنعمل ايه؟ هتفتح صفحة ادمودو عادي، هتسجل اليوزر والباسورد، هتبدأ تدخل على ادمودو زي ما احنا متعودين، تمام؟ لما في نص الصفحة أو على الشمال فوق هتلاقي كلمة رفع الملفات أو رفع البحث، المشروع البحثي لعام 2019-2020، هتلاقيها أيقونة زرقاء أو أيقونة خضراء، هتلاقيها في نص الصفحة أول ما تفتح أودمودو بعد ما تسجل على طول، أو هتلاقيها على الشمال فوق. المهم هتضغط على المشروع البحثي، هتضغط على الأيقونة دي، هتفتح معاك صفحة مربع كده او مستطيل، هيقول لك ارفق ملف تحت، هتروح ضغط على ارفق ملف، هيفتح لك لاما ثلاث خيارات، لاما الملف ده عندك على الكمبيوتر او موجود في مثلا صفحة على الانترنت تانية يعني درايف مثلا ولا حاجة، او موجود على كنت انت حافظه في ادمودو. لا احنا طبعا هنختار ايه؟ من الحاسوب، يعني اكيد هيكون عندنا على اللابتوب او على الكمبيوتر، هنضغط عليها وهتختار الملف البي دي اف اللي انت عامل فيه البحث، وبعد كده ان انت تعمل اوكي موافق، هيبدأ يحمل معاك، وبعد كده هتلاقي كلمة ارسال الواجب دي نورت، هتروح ضغط عليها وكده يكون انت سلمت المشروع. الموضوع سهل وبسيط جدا، معاك اسبوع، خش في الوقت اللي تلاقيه مناسب، ما تضغطوش بسرعة في أول يوم عشان هتلاقي النت ضعيف ومش هتعرف ترفع حاجة. خليك مثلا في الأوقات زي دلوقتي كده اللي هو الظهر العصر بيكون لسه الضغط على النت قليل، وإن شاء الله خير وكله هينجح. أشوفكم على خير في فيديو جديد، لو ده أفادك اعمل لايك واعمل له شير عشان يوصل لكل أولياء الأمور. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.